دعيت إدارة مدينة ألعاب بغداد أن تساهم برفع جزء من كاهل المواطن، بحيث جعلنا كل لعبة بألف دينار، يعني ألعاب الكبار والألعاب الصغار لعبة بألف دينار، وهذا العرض مستمر طيلة أيام رمضان. هو بصراحة جانبين، جانب المادي اللي يفيد المدينة والجانب الإنساني أيضا مساهمة من عندنا. تعرف رمضان يحتاج، وأغلب العوائل الفقيرة، فحبت إدارة المدينة أنه تساهم بشكل بسيط بزرع البسمة على شفاء الأطفال وعوائلهم، وهذا ما ماشيين عليه حقيقة. احنا بين فترة وفترة نقدم عروض خصوصا في الخميس والجمعة، انه سعر اللعبة بألف دينار. مبادرة حلوة تفرح الأطفال والعوائل بشهر رمضان المبارك، مناسبة لدرجة يعني فرق عن الملاعيب الباقية رايحين احنا داخلين بها، فرق هواي. وكل ما يكون هذا السعر أوجه العالم تتوجه والأطفال تتونس أكثر. كل العوائل هي مو بس الفقيرة، حتى اللي عندها بيجي يعني يلعب الأطفال فد 20 لعبة بألف دينار، بغير ألعاب لا، اللعبة بثلاثة وبخمسة.